بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في قناتكم قناة بانوراما للأعمال الخشبية. ياريت يا أحبابنا قبل أي شيء ما تنسوش الاشتراك في القناة وتعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين إن شاء الله. معنا إن شاء الله مقطع جديد لصالون كلاسيك أو مودرن 2020. زي ما حضراتكم شايفين كده الصالون، طبعا هو مكيس عشان التراب بس مش واضح شوية، بس عشان التراب زي ما حضراتكم شايفين معمول ذهبي في بيتي، ودي القيمة معمولة لون شمبانيا في ذهبي غير المعتاد اللي هو الذهبي. الصالون أو الأنتريه عبارة عن كنبتين وقاعدين، ده ما شاء الله التكيات، وده الكرمة في الظهر، وده الجلسة بتاعته. كنبتين مقعدين، كل كنبة مقعدين، وأربع كراسي. ما شاء الله شكله جديد خالص، ومش متعودين على شكله في السوق، يعني ده شكل جديد خالص مش معتاد. ده كرسيين معمول طبعا اللي هو اللون بيتي في اللي هو البيج ده، جميل جدا. ده الكنبة التانية، واليد زي ما حضراتكم شايفين ده اليد معمولة سن إبرة علشان تدي شكل جميل. والتكهات برضو في المدور وفي المربع، ده اليد اهي زي ما بقول لحضراتكم فيها سن الابره، منظر جميل جدا. ده طبعا كنبه كبيره ثلاث مقاعد، وكنبتين مقعدين وكرسيين، لكن هو في الاصل اصلا بيبقى كنبه كبيره وكنبه صغيره وكرسيين، بس هو طبعا عشان المكان واسع زودنا كنبه صغيره. ده طبعا كرسي هزاز. ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات لو حابين تستفسروا عن اي شيء ولا اي حاجه، اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله هرد عليكم يعني. وفي النهايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.